السؤال اللي بيتسأل لي امتى نقابة المحامين تعمل ضوابط لأجور المحامين أو لمكافآت المحامين أو لأتعاب المحامين الشبان في المكاتب. الحقيقة قانون المحاماة اتكلم على الموضوع ده على استحياء، وما قالش انه يقدر يلزم محامي بانه يضع حد معين لا يقل عنه. انا هتصور ان احنا خدنا القرار الجريء ده وقلنا ان كل محامي بيتمرن في مكتب او كل محامي كبير بيمرن محامين عنده، المحامي الاجر ده ما يقلش مثلا عن 5000 جنيه. انا هقول كده كنقابة، ساعتها المحامي هيعمل ايه؟ مش هشغل حد. اتنين، هيبدأ المحامي يقبل انه يشتغل ويقول انا باخد 5000 جنيه وهو ما بياخدش، فاحنا هنبقى بننمي قيمة مش موجودة او قيمة مش مستحبة ان احنا نتحدث عنها او ندعمها. لابد ان يعود التوازن المهني للمحاماة. التوازن المهني ده ايه؟ اللي احنا بدأنا فيه من 2016 للتنقية، اللي هي تصفية جداول المحامين على المحامين. يعني جدول المحامين كلما كان تعبيرا عن المحامين المشتغلين فقط دون سواهم كلما كان ذلك تعبيرا دقيقا عن الحالة، وده يساهم في رفع مستوى المحاماة. ليه؟ لما يبقى سوق العمل، سوق عمل أصحاب الخدمات القانونية اللي عايزين محامين أكتر من المحامين اللي بقدوا هذه الخدمة، قيمة أتعاب المحامي هتزيد بقاعدة العرض والطلب. إذا قل المعروض من الخدمة وزاد أصحاب الخدمات القانونية بيعرضوا خدماتهم وزادوا عن الطلب، القطع القيمة السوقية لأتعابهم هتقل بالقاعدة الاقتصادية الجوهرية العرض والطلب. لما ننظم جداول نقابة المحامين هيبقى العدد اللي موجود في المحاماة اللي له حق الاشتغال اللي بيمارس المحاماة فعلا متوازن مع سوق العمل ومع استحقاقات أصحاب الأعمال، وبالتالي يؤدي ده إلى رفع مستوى المهنة ويؤدي أيضا إلى رفع مستوى حتى المحامين المتدربين. ساعتها أنا هبقى حريص إنه يبقى معايا في المكتب أفضل عناصر بأعلى الأجور، زي نظام الاحتراف. المحاماة مهنة محترفين مش مهنة هواة، بمعنى إنه زي أي عمل فيه احتراف على مستوى الوظائف، بلاش نتكلم في الرياضة أو في غيره، إنما على مستوى الوظائف شركات الاستثمار الكبرى بتتعامل مع المتوظفين فيها بطريقة بيقدم عروض، بيقول له أنا أديك كذا، شايف فيك مهارات معينة أو السي في بتاعك بيقول إنه أنت عندك إمكانيات، أنا هديك مرتب أعلى من اللي أنت بتشتغل فيه، فيسيب المكان اللي بيشتغل فيه ويروح المكان الأعلى. دي قاعدة جوهرية ما نقدرش نغفلها وما نقدرش نتجاهلها وما نقدرش نقفز عليها، لأنها هي الحاكم الحقيقي، الحاكم الحقيقي لأتعاب المحامين المتدربين في المكان. أنا بقول لحضراتكم هيحدث توازن، حتما هيحدث توازن. التوازن أنا بقول إنه أمامنا فيه سنة تقريبا علشان نقدر نضبط المسألة بشكل جيد. إحنا قدرنا ننقي جداول نقابة المحامين وأصبح المحامين بنسبة 90% جداول تماما تعبير حقيقي، بنسبة تقريبا 90، في 10% اللي غلطنا شوية واللي عمل تصرف غير مشروع واللي خدعنا في الأمر واللي تواطأ من أي جهة بتعتمد هذه الأوراق وقبلها، دي نسبة موجودة، وإحنا لازم نقر إنه عندنا أخطاء، لكن ثقوا تماما إن إحنا مش بنسيب حد ضحك على نقابة المحامين أو خدع نقابة المحامين أو قدم ورقة مزورة أو قدم بيان مزور أو قدم حقيقة مزورة. هنحاسبه وهنحاسب المسؤول اللي يمكنه من نقابة المحامين. ليه؟ لأنه بيمكنه من أموالكم بدون وجه حق، بخداع. واحد يقول لك ده في ناس بتدفع بالآلاف علشان ده، طبعا ده معناه أنه هو منحرف، ده معناه أن احنا صح، أنه عارف أنه مفيش قبول لأوراقه إلا بطريق منحرف، فبيدور على حد ياخد منه فلوس علشان يقدر يوصل الورق اللي موجود. احنا ماشيين في الحكايه دي وبنرجع وهنعلن ارقام هتعجبكم، هترضيكم، هترضي المحامين المشتغلين في التصحيح وفي التنقيه وفي مراجعه ما تم من مغالطات لصالح المحامين بشكل اجمالي وبشكل كامل علشان نحقق الضمانه او التضامن اللي احنا
محتاجينه ومحتاجين نتكلم فيه، أو أنا محتاج أوضح لكم إحنا كمحامين شبان بكرة هنستفيد إيه من ده، من العمل ده، من الربط ده، من التعذيب اللي إحنا عملناه ده. يعني إحنا أنا بقول للمحامين، المحامين تعبت معانا، المحامين المشتغلين الحقيقيين تعبت. تعبت ليه؟ لأنها كانت بتثبت الثابت، يعني كانت بتثبت الثابت لديها، هي محامي مشتغل، بس أنا طلبته إنه يثبت ده. فما كانش المحامين في مجملهم ما كانوش مستنكفين ده، وكانوا الحقيقة عن رضا كامل وقبول عالي بيقدموا هذه المستندات وما بيتعالوش. يعني بعض يقول لك أنا هقدم، أنا محامي بقى لي، لا تقدم، أنا قدمت وأنت قدمت وكلنا قدمنا، لكن في النهاية مجمل المحامين كانوا متعاونين بشكل أكد النجاح اللي احنا وصلنا إليه، اللي تحول إلى أرقام بعد كده في الموازنات، وتحول إلى أرقام في الخدمات، وتحول إلى أرقام لصالح المحامين المشتغلين.